السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. في الفيديو ده هنشوف الغرزة، دي غرزة جديدة. بحب أجيب لكم أي غرزة جديدة يا جماعة وأشتغلها معاكم. زي ما انتم شايفين كده، زي سبعات كده، هنشوفها مختلفة من لونين. هنبدأ ونشتغل. هنا أنا عاملة زي جزء بليتيه كده، كأننا هنبدأ يعني بلوتة من تحت أو كم، وبندخل اللون التاني اللي هو الأبيض، و نرجع تاني نشتغل السبعات دي باللون اللي ابتدينا بيه. هوريكم مشينا الخطوات دي ازاي. الجزء الابيض ده يا جماعة 6 اسطر، وفي السطر السابع نبتدي ندخل اللون اللي بنعمل بيه الجزء ده، والجزء ده بنعمله بس على سطرين. هنا انا نبتدي نشتغل تاني الجزء الابيض، اعتبروا ان احنا بدأنا من هنا من البداية. هنكرر، هنشتغل بالجزء الابيض ده سطر عدل وسطر مقلوب زي ما انتم شايفين. ندخل الابيض تاني، هنشتغل السطر ده كله عدل ماشي بالغرزة العدلة. نبتدي نشتغل 6 اسطر، وفي السطر السابع ندخل نعمل شكل السبعات دي باللون التاني. اشتغل اهو سطر عدل في وش الشغل وسطر مقلوب في ظهر الشغل، 6 اسطر، وفي السطر السابع في وش الشغل نيجي نعمل اوريكو السبعات دي بتتعمل ازاي على سطرين. في ظهر الشغل بنشتغل بالغرزة المقلوبة، اهو ده ظهر الشغل. السطر التاني اشتغل سطر مقلوب، وهكذا هكرر واعمل 6 اسطر سطر عدل وسطر مقلوب عشان يدينا الجزء الابيض. وزي ما قلت بالسطر السابع هرجع لكم عشان نعمل الغرزة السبعات مع بعض. بخلص السطر ده كمان اهو في ظهر الشغل، ظهر الشغل اهو، وده السطر المقلوب بالجزء الابيض بيخلص اهو. اعمل كمان 4 اسطر رايح جاي رايح جاي عشان يبقى معايا 6 اسطر، ونرجع نعمل الجزء ده. رجعت لكم بعد ما اشتغلت 6 اسطر اهو زي ما انتم شايفين، زودت على السطرين كمان 4 اسطر، سطر رايح وسطر جاي، عملنا الجزء ده بغرزة الجرسي الجزء الابيض. هنيجي ناخد الخيط التاني اهو، نبتدي نشتغل الجزء ده. عايزين يبقى عندنا غرزة حافة على كل ناحية، ونبتدي نشتغل. ناخد بقى الخيط كده الناحية دي اللي هو التاني، نشيب الابيض كده. هاخد اول غرزة كده، ونبتدي نعد 5 غرز، 1 2 3 4 5 زي ما انتم شايفين. بس اقرب شوية عشان يبقى برضو الشغل واضح اهو، 1 2 3 4 5. عند 5 غرزة هنزل لغاية اخر هنا اهو، واعمل ايه؟ ابتدي ادخل الابرة بتاعتي، ادي 1 2 3 4 5 هنا، واخد غرزة من ورا واطلعها اهي، واشد كده، وبعد كده اعمل ايه؟ اخد اول غرزة هنا اكمل واشتغل، واكرر تاني. اعمل ايه؟ هدخل في المكان اللي بعده، واخد من ورا واطلع الغرزة، اشدها خليها تستريح، واخد الغرزة اللي بالابيض هنا، واكرر في الفراغ اللي بعده واللي فوق. يبقى دي تالت غرزة، اخدها كده اكرر رابع مرة واشد اريح، واخد الغرزة الرابعة ما عادش الا دي، اطلع واشد واخد الغرزة معايا اشتغلها عدل. شايفين ده اللي حصل معايا اهو،
اكرر تاني بعد 5 غرزات، 1 2 3 4 5، وانزل تحت. شايفين فين؟ هنا من ورا الف الخيط واسحبه كده اهو، غرزة جديدة يا جماعة. اشد واشتغل اول غرزة في الفراغ اللي بعده، من فوق اشد الخيط، اريح واخد الغرزة اشتغلها عدلة في الفراغ اللي بعديه فوقي، بطلع الخيط واشده واريحه واخد الغرزة عدلة، وهكذا واشد واشتغل الغرزة الرابعة آخر فراغ، واخد الغرزة معايا اشتغلها زي ما انتوا شايفين كده بقى بميل كده، واكرر في الخمسة اللي بعد كده. انزل هنا تحت خالص والف الخيط من ورا واشده واشتغل الغرزة اللي فوقيها البيضة، واكمل برضو اهو. بكرر في الخمسة الباقيين، 1 2 3 4 5. اريح الخيط جامد عشان يبقى مايل كده، اريحه واشتغل في الغرزة واحد اثنين ثلاثة اكمل بقى الغرزتين اللي في الاخر. شايفين يا جماعة؟ باجي بقى السطر اللي بعد كده، السطر التاني مع الخيط ده، هعمل ايه؟ هبتدي اشتغل عادي بالغرزة المقلوبة، الغرزتين اللي كانوا في الاخر عادي هاخدهم مقلوبين، او غرزة الحافة المفروض غرزة واحدة على الحافة، باجي غرزتين بس في الحافة وابتدي اخد. بصوا اهو كل اتنين مع بعض اللي هما دول كده، اتنين دول مع بعض، دي ودي، هما حتى باينين في ظهر الشغل ان فيهم الخيط الابيض اهو، دي مع دي، هناخدهم مع بعض مقلوبين، يعني كده عدد الغرز ضاعف. هاخد كل اتنين هم طالعين من خيط ابيض اهو زي ما انتوا شايفين، هاخدهم مع بعض مقلوبين. الغرزة واللف عشان ما تلخبطش، هما طالعين من ايه؟ من غرزة بيضة واحدة اهي، هاخدهم مع بعض مقلوبين كل اتنين دول، فيرجعوا الخمسة 5 غرز بس عند كل تصميم من شكل السبعة ده، هم طالعين من خيط ابيض واحد، الغرزة مع اللفة دي.
في السطر التاني في جزء اللي هو اللي فيه الغرزة المثلثات دي، سهل مفيهوش حاجه. بعد كده بنبتدي من اول سطر تاني، ناخد الخيط الابيض ونشتغل 6 اسطر غرزة تيشيرسي اللي هو الجزء السادة. بنرجع الغرز زي ما هي تاني نفس العدد، واخر غرزة بتاعت الحفلة الاولانية اللي كانت لوحدها، بتحس ان هي سايبة شوية. هوريكم بقى من وش الشغل، الغرزة بقت اهي وضحت لنا اهي. بتمشوا على كده، نبتدي ندخل الابيض اهو من اول سطر تاني، نبتدي اول سطر تاني اهو، ناخد الابيض ونشتغل الغرزة العدلة سطر عدل، وفي الظهر سطر مقلوب 6 اسطر، ونيجي في السطر السابع نعمل السطرين اللي عملناهم باللون التاني، وهكذا نكرره وتخلص على كده الغرزة زي ما انتم شايفين كده. نشتغل الجزء الابيض ده كله. اشتغلت 6 اسطر تاني ابيض يا جماعة، وابتدي ادخل الخيط واكرر اللي عملته هنا. في ناس بقى ممكن تشتغل تبدله، يعني ممكن تعملوا السبعات دي مرة بالابيض ومرة بالفوشيا ده، يعني تكملوا كمان بعد ما تعملوا الفوشيا السطرين، تكملوا كمان 6 اسطر برضو بنفس اللون، وبعدين تدخلوا اللون التاني بعدها بالابيض، تعملوا يعني السبعات والجزء كمان استادا. فهم زي ما انتوا عايزين يعني كده، شايفين الشكل ده. يا رب تكون الغرزة عجبتكم والفيديو عجبكم، واي سؤال ما تنسوش تسيبوه في التعليقات وهجاوب عليكم على طول. ما تنسوش بقى اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويضغط على لايك وسبسكرايب اللي ما اشتركش، ويدوس على الجرس كمان. ومع السلامة، نتقابل في فيديوهات كتيرة جاية ان شاء الله.